أكد وزير الخارجية سامح شكري على تطلع مصر لاستمرار التواصل والتنسيق مع إيطاليا في كافة المجالات، مشيدا بزيادة الاستثمارات الإيطالية في قطاعات عدة بمصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني. كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الرابع على مستوى العالم، عدد كبير من الصادرات، 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية، وبنسعى وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم الشركات العاملة في إيطاليا العاملة في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين. أيضا العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين نظرا للحضارتين القديمتين، ولكن أيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية، والأهمية اللي بنعلقها على التعاون أيضا في مجال التعليم. وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل، سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، لكن أيضا النواحي الاجتماعية والاقتصادية.